بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم زراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. تكاليف زراعة فدان بصل من الزراعة وحتى الحصاد. حلقة النهاردة يا جماعة حلقة من الحلقات المهمة جدا، اللي هكلمك عن كل حاجة ممكن تصرفها على فدان البصل عشان توصل لأعلى إنتاجية للفدان، اللي مش هتقل معاك عن 35 طن للفدان. إنتاجية البصل يا جماعة بتتراوح من أول 15 طن للفدان لغاية أقصى حد من الإنتاجية ممكن تتخطى معاك ال 35 وتوصل معاك ل 40 طن للفدان، لو حضرتك اتبعت المعاملات الزراعية الصحيحة وكلفت على الأرض بتاعتك وكلفت على النبات بتاعك زي ما شرحنا قبل كده في الفيديوهات السابقة. النهاردة هقول لك التكاليف بتاعة زراعة فدان بصل بالتفصيل عشان تبقى عارف حضرتك داخل على إيه. في البداية يا جماعة كل حاجة هقولها النهاردة دي بتبقى تكاليف تقريبية، يعني لما اقول لك النهارده شكارة السوبر ب 230، ما يجيش واحد يقول لي لا ده 225، يعني دي تكاليف ايه او دي اسعار تقريبية. نبدأ بعد كده يا جماعة من اول تجهيز التربة للزراعة. قبل ما تجهز تربتك للزراعة يا جماعة هنحسب مبدئيا كده 10,000 جنيه ايجار للفدان. ال 10,000 جنيه دول ايجار لفدان البصل دي بيختلفوا من منطقة لاخرى، يعني حضرتك في المنوفية مش زي الاسماعيلية، مش زي الدقهلية، مش زي الجيزة، مش زي المنيا، يعني كل منطقة بيختلف الايجار فيها من منطقة ايه الى اخرى. فاحنا هنحسب متوسط 10,000 جنيه، وده اقصى حاجة لعروة ايه البصل، هنحسب له 10,000 جنيه ايجار للفدان. نيجي بعد كده يا جماعه بقى لتجهيز التربه واحده واحده كده يا جماعه. من اول تجهيز الارض الحرث والتخطيط هنحسب 1000 جنيه تجهيز للفدان، اللي هو حرث الارض حرتتين او ثلاثه مع التخطيط بتاعنا. بعد كده هنحسب اللي هو كميه السماد العضوي، هنحسب 20 متر مكعب سماد عضوي للفدان، ودول هيكلفوك 7000 جنيه تقريبا. عندك بعد كده اللي هو السوبر فوسفات، هنحط 6 شكاير سوبر فوسفات للفدان، 6 شكاير سوبر فوسفات محبب. الشكاره النهارده بتعمل لها 220 جنيه، فهنعمل تقريبا الست شكاير يعملوا تقريبا 1500 جنيه بحد، يعني حاسبين احنا بزياده شويه. نيجي بعد كده لسلفات النشادر، هتحط 4 شكاير للفدان، لخاصة لو انت هتزرع ايه بالغمر لازم تحطهم في الخدمه. 4 شكاير سلفات نشادر للفدان دول هتحطهم فين؟ في الخدمه. الاربع شكاير دول هيكلفوك 2000 جنيه. طيب عندك بعد كده الكبريت الزراعي، هتحط 100 كيلو كبريت زراعي، ال 100 كيلو كبريت زراعي دول يا جماعه هيكلفوك 1200 جنيه. عندك بعد كده 50 كيلو سلفات بوتاسيوم، اقل شكاره بوتاسيوم النهارده يا جماعه اللي ممكن تستخدمها الشكاره ال 25 كيلو بتعملها 950 جنيه و1000 جنيه. فاحنا هنحسب شكارتين البوتاسيوم اللي هم ال 50 كيلو هنحسبهم بايه؟ ب 2000 جنيه. عندك بعد كده هتحتاج لي 20، اقل حاجه 20 عامل عشان يزرعوا الفدان بتاعك ده، فانت بتتكلم في تقريبا لو يوميه العامل 100 جنيه يبقى انت بتتكلم في 2000 جنيه عماله الزراعه. عندك بعد كده هتحسب الري، لو انت هتشتغل ري ارتوازي، لو انت بتشتغل من الابار هتحسب لكل فدان 500 جنيه في الشهر، يعني تقريبا كده حوالي 2000، من 2000 ل 2500 جنيه الكهرباء بتاعت الموتور اللي انت هتشتغل بيه. عندك بعد كده يا جماعه هتحسب الشتله بتاعتك 10,000 جنيه مؤقتا لغايه ما نشوف اسعار الشتله عامله ايه. يبقى انت عندك كده اللي هو بالنسبه للسوبر فوسفات وسلفات النشادر والكبريت الزراعي وال 50 كيلو سلفات بوتاسيوم وال 20 عامل اللي هيزرعوا الفدان بتاعك، وعندك العماله بتاعت اللي برضو العمالة بتاعت التقليع والتربيط اللي في الاخر برضو لما تيجي تحصد المحصول، هتخش لك في حوالي من 3000 ونص ل 4000 جنيه عمالة تقليع وتربيط. يبقى انت بتتكلم في الفترة دي او في المرحلة دي هتتكلم في حوالي 43,100 جنيه تقريبا. دول شاملين ايجار الارض، شاملين تجهيز التربة، شاملين عمال الزراعة، وشاملين عمال التقليع في نهاية ايه العروة بتاعتك. ده بالنسبة لتجهيز التربة للزراعة. يبقى انت كده بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة عشان برضو ما نضحكش على الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، وانت رايح تبتدي كده تعمل حسابك في اقل حاجه 45,000 جنيه في ايدك وانت رايح تزرع ايه البصل، عشان هتيجي بعد كده لمرحله تانية، ودي مرحله مهمه جدا اللي هي التسميد ايه والمكافحه اللي اتكلمنا عليهم. طيب التسميد والمكافحه ده يا باشمهندس هياخد مني قد ايه؟
دي الاحتياجات السماديه اللي قريت دلوقتي، دي الاحتياجات السماديه اللي بيحتاجها فدان البصل. الكلام اللي بتكلمه النهارده يا جماعه ده اللي يوصلك لاقصى حد من الانتاجيه، مش هيقل معاك عن 35 طن للفدان لو حضرتك زرعت بالطريقه الصحيحه، لو حضرتك زرعت الصنف الجيد، لو حضرتك زرعت في الميعاد المناسب وسمدت وكافحت كويس، تاخد اعلى انتاجيه من فدان البصل ان شاء الله رب العالمين. طيب بالنسبه للتسميد والمكافحه، هنتكلم قوي في التسميد يا جماعه. لو انت هتشتغل تنقيط، ونركز في الكلام ده، لو انت هتشتغل تنقيط اعمل حسابك في 6 شكاير نطرات نشادر. لو انت هتشتغل غمره هيزيدوا معاك شويه. طيب 6 شكاير نطرات نشادر، الشكاره النطرات النهارده بتعمل لها من 630 ل 650، برضو بتختلف على حسب المنطقه اللي حضرتك موجود فيها. يعني عندي هنا شكاره نطرات النشادر بتعمل 630 جنيه، في اماكن ثانيه بتعمل 640، في اماكن ثانيه بتعمل 650، ولكن هي اقصى سعر ليها 650 جنيه على مستوى الجمهوريه. فاحنا هنحسب على 650 جنيه، يبقى 6 شكاير نطرات نشادر بيعملوا 3900 جنيه. عندك 40 لتر حامض فوسفوريك هيكلفوك 1200 جنيه، عندك 100 كيلو بوتاسيوم، دول هيكلفوك بحد ادنى 5000 جنيه عشان تجيب بوتاسيوم كويس من سلفات بوتاسيوم لنطرات بوتاسيوم، مش هيبقى كله سلفات ولا كله نطرات. فانت بتعمل متوسط 5000 جنيه دول اللي انت هتحتاج بهم انك تجيب بهم البوتاسيوم. بالنسبه للمغنيسيوم، المغنيسيوم بتراوح شكاره المغنيسيوم على حسب المنطقه اللي حضرتك موجود فيها من اول 220 جنيه لغايه 250 و260 جنيه. هنحسبها متوسط 250 جنيه. احنا بنتكلم برضه عن السلفات المغنيسيوم، مش بنتكلم عن المغنيسيال او نطرات المغنيسيوم. سلفات المغنيسيوم بتتكلم في اقصى سعر ليها 250 260، فهنحسب 250 جنيه على شكارتين، يبقى انت بتتكلم في قد ايه؟ في 500 جنيه. عندك برضو نطرات الكالسيوم، هتحتاج 50 كيلو نطرات كالسيوم، انضف نطرات كالسيوم، ال 50 كيلو يعملوا معاك تقريبا 1200 او 1300 جنيه. عندك بعد كده هتحتاج 20 كيلو هيوميك، هتحتاج 20 كيلو فولفيك، هتحتاج 400 جرام اندور بيوتريك اسيد، هتحتاج مبيدات لاعفان الجذور، ودي مهمة جدا، هتعمل لك تقريبا كده متوسط 2000 جنيه مبيدات لاعفان الجذور. نيجي بعد كده للرش الحشري، هتعمل لك متوسط 1500 جنيه رش حشري، هتعمل لك متوسط 2000 جنيه رش فطري، هتعمل لك متوسط 2000 جنيه رش مغذي. يبقى انت كده وصلت للمرحلة بتاعتنا دي، بتعمل تقريبا كده حوالي 23000 جنيه. طيب 23000 جنيه وعندنا هناك 43100، يبقى انت بتتكلم في حوالي 66000 جنيه تكاليف زراعة البصل من الزراعة وحتى الحصاد، شاملين العمال اللي هتزرع وشاملين العمال اللي هتقلع وتربط لو حضرتك ناوي انك تخزن، شاملين كمان الشتلة اللي تمنها هيعمل لك متوسط تقريبا كده في الفترة اللي جاية. ممكن القراط الفدان يا جماعة بياخد 2 قراط شتلة، قراطين شتلة، ممكن القراط يوصل معاك، انا عامل لك اقصى سعر للقراط ممكن يوصل ل 5000 جنيه، ممكن يبقى اقل من كده، يبقى 4، يبقى 3، ده على حسب سعر القراط وقتها. لسه لغاية دلوقتي ما ظهرش شتلة شتل البصل اللي بتزرع دلوقتي، البصل اللي هو المقور والبصل الاخضر ده اللي بتزرع دلوقتي. طيب لسه قدامك ما يقلش مثلا حوالي 25 30 يوم تبدا الشتله تظهر، يبدا يبان قدامك اسعار، تقدر تعرف انت بالظبط هتجيب شتله بقد ايه. بس احسبها متوسط من 8000 ل 10000 جنيه الشتله اللي حضرتك هتحتاجها لزراعه الفدان. الفدان بيحتاج لقراطين من شتله البصل عشان تزرعها. يبقى تكلفه فدان البصل النهارده يا جماعه عشان حضرتك تدخل النهارده على تزرع فدان بصل، يبقى انت بتتكلم في قد ايه؟ بتتكلم ما يقلش عن 65000 جنيه يكون معاك عشان تشتغل مظبوط وتاخد انتاجية عالية. طيب هل مربح؟ نعم مربح. هل ازرع؟ ازرع. ناس كتير تقول لك ده انا الدنيا كلها راح تزرع بصل. لا، الدنيا كلها راح تزرع بصل، الدنيا كلها راح تزرع كراوية، الدنيا كلها راح تزرع كمون، الدنيا كلها راح تزرع حلبة، الدنيا كلها راح تزرع كل المحاصيل، الدنيا كلها راح تزرع قمح. فانت مش حاجة اسمها ان شاء الله يا جماعة السوق المصري قادر ان هو يستوعب اي كمية حتى لو التصدير قفل معاك، وكده كده التصدير مش هيقفل، احنا محتاجين دولار يعني. فانت كده كده يا جماعة اتوكل على الله وازرع فدان البصل مربح. نعم فدان البصل مربح. امتى؟ لو حضرتك اشتغلت صح، لو حضرتك سميت كويس، لو حضرتك زرعت بالطريقة الصحيحة. واحنا عملنا اكثر من فيديو قبل كده يا جماعة عن طريقة الزراعة الصحيحة لفدان البصل. الكثافة النباتية المثلى دي مهمة جدا يا جماعة، الكثافة النباتية دي هي اللي تخليك توصل ل 30 و 35 طن و 40 طن للفدان، دي الأساس بتاع الزراعة بتاعتك.
ما حدش يعمل لي مصطبه عرضها 70 80 سم ويحط لي عليها خطين بصل او رشتين بصل او ثلاث ريش بصل. هنا انت مش هتوصل لانتاجيه اقصى حاجه ممكن تجيبها 20 طن للفدان. يبقى الكثافه النباتيه المثلى هتفرق مع حضرتك كتير جدا. المسافه بين البصله والثانيه ذكرناها قبل كده انك تزرع بين البصله والثانيه قد ايه، ما يقلش عن 7 8 سم وما تزيدش عن 10 سم كده تاخد كثافه نباتيه مثلى من فدان البصل اللي حضرتك ايه بتزرعه. كمان التسميد مهم جدا، المكافحه خلي بالك الامراض الفطريه البصل من اكثر النباتات الحساسه للعديد من الامراض الفطريه، بيجي له امراض فطريه كتيره جدا. فانت حضرتك من البدايه لو اشتغلت على الامراض الفطريه بشكل وقائي تاكد انك انت هتوصل لاعلى انتاجيه من الفدان واعلى ربحيه واعلى جوده من الثمار اللي موجوده عندك بكل سهوله وبكل بساطه، وتاخد ربحيه عاليه في نهايه العروه بتاعت حضرتك. بكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، اتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، واتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. شكرا لحضراتكم، تحياتي.